التنسيق الوطني لقطاع التعليم يصدر برنامجا نضاليا لهذا الأسبوع، 4 أيام من الإضراب وإنزالات قطبية في كل من فاس وطنجة ومراكش. هذه الاحتجاجات المستمرة تأتي في إطار يعني الرد، وكذلك في إطار المواجهة للالتفافات الحكومة، حكومة يعني رأس المال ووزارتها في التربية الوطنية، التي تحاول من خلال يعني لقاءاتها المغشوشة وحواراتها المغشوشة مع بعض الأطراف التي فقدت الشغل التعليمية فيها الثقة، يعني كذا انتزعت منها الثقة، وبالتالي نحن نرى بأن الحكومة مصرة على المضي قدما في تنزيل مخططاتها التخريبية من داخل هذا النظام الأساسي الذي لم تعلن يعني صراحة على سحبه وإلغائه، بل فضلت يعني تعويم الكلمات وتعويم المصطلحات والالتفاف على مطلب نساء ورجال التعليم المحتجين ومحتجات الشارع عبر يعني ما يسمى التجميد إلى آخره. ونحن يعني كشغل التعليمية لم نلمس الجدية الكافية ولا يعني الإرادة الحقيقية لدى الحكومة ولا وزارة التربية الوطنية للاستجابة لمطالب نساء التعليم، وبالتالي كان لزاما على التنسيق الوطني لقطاع التعليم المشكل من 26 هيئة ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم توجد ديمقراطية كنقابة ذات تمثيلية. بالمناسبة هذه النقابة هي من النقابات الأكثر تمثيلية، ولكن الحكومة في خرق سافر للدستور ولكل المواثيق يعني والقوانين المنظمة العلاقة بين النقابات التمثيلية ويعني الحكومة تصر على إقصائها من الحوار، وهذا إشارة سلبية للنساء ورجال التعليم وللرأي العام بشكل عام بأن الحكومة غير جدية أو غير جادة في طاعتها مع مطالب نساء ورجال التعليم، باعتبار هذه النقابة هي من النقابات التي تمثل الشغل التعليمية. وبالتالي هذه الإنزالات الوطنية ستستمر، أو هل الإنزالات القطبية وهل الاحتجاجات دي نساء وجه التعليم تستمر مع الأسف، ولا كذلك يعني نحمل يعني المسؤولية في آخر المطاف، نحمل المسؤولية كاملة لحكومة الرأس كما قلت التي يقودها عزيزة خنوش، ولا كذلك لوزارة التربية الوطنية وعلى عموم مسؤولي الدولة في هدر الزمن المدرسي بالنسبة للتلميذات والتلاميذ، نحملهم المسؤولية كاملة. نحن كشغيلة تعليمية وكأساتذة لا يمكن أننا سنعود إلى الأقسام وبدون استرجاع كرامتنا التي ما فتئ يعني حكومة وزارة الوطن المسؤولين على المستوى الدولة يعني ينكلون بها. كيف يعقل أن يعود الأستاذ أو الأستاذة إلى الأقسام وهو يعني مخموع وهو لم يحقق مطالبه العادية المشروعة التي كان ينتظرها منذ سنوات؟ وبالتالي سنستمر في الاحتجاج، من الأسف سنستمر في الاحتجاج. نحن لسنا هواة الاحتجاج ولكن مضطرون. هذه القطاعات التي جاءت مؤخرا عبر ما يتترجم يعني بشكل حقيقي وفعلي الحسنية التي تتحدث عنها الحكومة، قطاعات غير مشروعة غير قانونية، يعني هذه أنا كان أعتبرها نحن في الجامعة الوطنية للتعليم سنتوجد ديمقراطية مجزرة في حق نساء ورجال التعليم.